تحقق دولة إسرائيل؟ إسرائيل ما عندهاش دولة، هو العدوان الصهيوني على فلسطين، ما عندهاش دولة إسرائيل. وإذا إسرائيل عندها دولة من أصله حتى تسوي عندها دولة تسويها؟ والله تقع في وهم المغتصبين والمحتلين، فماش حاجة اسمها إسرائيل، هم فلسطين دولة من رأس النقورة إلى أم الرشراش، دولة فلسطينية تاريخية، مهبط الأنبياء، أرض الشهداء، أرض المجاهدين، أرض المرابطين. إنما هذا الكيان الغاصب هو إلى زوال، ولن يكتسب الأرض ولن يكتسب التاريخ ولو بعد ألف عام. دولة إسرائيل ما عندهاش دولة بالكل إسرائيل. كيفاش؟ أين تقع دولة إسرائيل؟ أين تقع؟ ما ثماش دولة إسرائيل. دولة إسرائيل غير موجودة، ثم فلسطين. ما ثماش إسرائيل. وعيب أنك تسأل السؤال أين تقع دولة إسرائيل؟ عيب. عيب. قل أين تقع فلسطين المحتلة؟ ومش دولة إسرائيل. ما ثماش دولة اسمها إسرائيل. أين تقع دولة إسرائيل؟ لم تقع دولة إسرائيل وما بتقع دولة إسرائيل، وما عندهاش الحق باش تقع دولة إسرائيل، هي فلسطين المحتلة. لا ما نعترفش بها أنا دولة إسرائيل، ثماش على الخريطة. أين تقع دولة إسرائيل؟ بون إسرائيل ديجا هي أولتهم ماشي دولة، هكذا هي دولة فلسطين.